وبه نستعين. النهاردة عايزين نتكلم عن TCP/IP ضمن سلسلة الأفلام التعليمية المجانية الخاصة بموقع arabhardware.net واللي بنقدمها لشهادة النتورك بلس من شركة كومتي. مرة الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا على الـ OSI layer، النهاردة عايزين نتكلم عن الـ TCP/IP layer. شوفوا يا جماعة، الـ TCP/IP هو بروتوكول، وزي ما اتفقنا في فيديوهات سابقة اتكلمنا عن البروتوكول وقلنا ان الحقيقة بروتوكول زي الـ TCP/IP هو مش بروتوكول واحد، هو سويت اوف بروتوكولز، يعني هو مجموعة من البروتوكولات، جروب اوف بروتوكولز، مش بروتوكول واحد، هو عدة بروتوكولات مجتمعة مع بعض. الـ TCP/IP بروتوكولاته الحقيقة بتتوزع على السبع لاير بتوعنا، ولكن على الرغم من ده اتعمل لايرز مخصوصة للتعامل مع اللايرز بتاعت OSI layer. تم التعامل مع لايرز اخرى اتعملت مخصوص للTCP/IP. في البداية كان اسمها DOD او Department of Defense layer، باعتبار ان وزارة الدفاع الامريكاني كانت هي اللي ساهمت في تطوير TCP/IP، ولكن بعد كده الموضوع اخدته شركات عالمية اخرى من ضمنها شركة سيسكو بالمناسبة. تم يعني تلخيص الابليكيشن والبرزنتيشن والسيشن في لاير هنسميها ابليكيشن، الترانسبورت بقى اسمها هوست هوست، ولكن ده في على فكرة في الدي او دي لاير. الدي او دي لاير هو نفسه TCP/IP لاير، بس كان زي ما قلنا الدي او دي اللي عاملاه وزارة الدفاع، مجرد اختلاف في التسمية. في الـ TCP/IP layer احنا بنستخدم كلمة transport، في الـ OSI layer بنستخدم كلمة transport، في الـ DOD هو بيستخدم host to host whatever. ولكن في الـ TCP/IP والـ DOD هما في النهاية بيستخدموا كلمة انترنت بديل لكلمة network. تم تجميع الـ data link والـ physical الاتنين في layer واحدة اسمها network access. في بالنسبة لشرحنا، احنا دايما بنفضل ان احنا نوزع بروتوكولاتنا الحقيقية الخاصة بتاعتنا على اللايرز السبعة احسن. يعني انا دايما بفضل كده، بفضلش اشتغل بالتي سي بي اي بي لاير، افضل اشتغل بالاوس اي لاير. لو جينا نبص على الاوس اي لاير، ايه البروتوكولات الخاصة بالتي سي بي اي بي ممكن تتحط في اللايرز بتاعت الاوس اي؟ مكانها فين؟ مين البروتوكولات اللي هتبقى في الابليكيشن، مين البروتوكولات اللي هتبقى في الترانسبورت، مين وهكذا. الحقيقه لو جينا نبص على الرسمه دي هنا هنلاقي ان في مجموعه من البروتوكولات بتبقى موجوده في الابليكيشن لاير، تمام، واللي هو في التي سي بي اي بي لاير بيعادل الثلاثه لاير الاولانيين في الاوس اي موديل او الاوس اي لاير. هلاقي ان انا عندي بروتوكولات زي التنت، اف تي بي، تي ان اس، اس ان ام بي، بعد كده في الترانسبورت عندي تي سي بي يو دي بي، في النتورك عندي اي ار بي، اي بي، اي جي ام بي، اي سي ام بي، ده في كمان ريفرس اي ار بي بس هو مش موجود هنا. طيب خلينا نشوف، لو جينا نبص على الار اف سي 1122 هنلاقي ان احنا عندنا الحقيقه كم كبير من البروتوكولات الخاصه بالتي سي بي اي بي بتبقى موجوده في الابلكيشن لاير، ثم عندي كم اخر في الترانسبورت، ثم عندي كم اخر في الانترنت. ولكن انا هتكلم عن البروتوكولات اللي تهمنا، البروتوكولات الاساسيه، لان زي ما انتم شايفين القائمه تطول، يعني القائمه اكبر حتى من اللي انا عارضها قدامكم دلوقتي. بالنسبة للابليكيشن لاير تتوفر فيه البروتوكولات الخدمية، البروتوكولات اللي هتوفر لي
خدمه هتوفر لي فانكشنز، هتوفر لي فيتشرز في الـ في الـ في الـ في الاوبريتنج سيستم بتاعي. يعني ممكن يبقى عندي بروتوكول الاتش تي تي بي هيوفر لي تصفح مواقع الانترنت، هقول لك اوكي شكرا، ده هيوفر لي تصفح مواقع الانترنت بيستخدم بورت 80. طيب الاف تي بي فايل ترانسفير بروتوكول، هقول لك ده امكانيه ان انا اشير فولدر على جهازي واسمح للاخرين ان هم يخشوا عليه ويتصفحوا هذا الفولدر ومحتوياته. وممكن كنت اعمل لكل يوزر هيخش يتصفح الفولدر ده يوزر نيم وباسورد كمان، منزل اف تي بي سيرفر وانت بتنزل اي اف تي بي كلاينت كده لذيذ. حتى يمكن انا هنا هتطلقوا اف تي بي كلاينت مثلا، ده اف تي بي كلاينت، اف تي بي كلاينت دوت. الشاشه اللي على الشمال دي ده الجهاز بتاعي، الشاشه الفاضيه اللي على اليمين ده الجهاز اللي انا عايز اخش عليه. تعالوا مثلا نقول له كويك كونكت، وبلاش كويك كونكت ديفولت كوميرشال، تعالوا نخش على ادوبي مثلا. هلاقي نفسي ان انا دلوقتي عمال كونكت على الاف تي بي بتاع ادوبي. انا كمان عامل اف تي بي، عم كونكت دلوقتي باف تي بي كمان من على جهاز تاني، مش عارف يعني هيبقى تقيل شويه. ولكن المهم انا اللي هيظهر لي دلوقتي هو فولدر متشير على جهاز عند ادوبي موفره فيه كل الملفات اللي احنا شايفينها قدامنا دي، واللي ظاهره قدامنا ديت على الجانب اليمين. طبعا انا ممكن في الاف تي بي يبقى عندي هنا في السايد مانجر ابقى عارف الاي بي او اسم او الاسم السايد اللي انا هخش عليه. هنا انا داخل على اف تي بي دومين دوت كوم، لو في يوزر نيم وباسورد هيتكتبوا، البورت 21 ممكن يتغير. اوكي ده بكل بساطه الاف تي بي. طبعا هنا انا اقدر اتصفح محتويات الفولدرات، اقدر اشد اي فايل واحطه هنا، ما عنديش اي مشاكل. ده الاف تي بي. طب ايه هو بقى تي اف تي بي؟ تي اف تي بي نسخه مصغره من الاف تي بي، مش هتلاقي فيه لا براوزنج، مش هتلاقي فيه تصفح، يعني ما اقدرش اقعد اتصفح زي ما انا كنت شايف دلوقتي عمال اتفرج على فولدرات ادوبي اللي على الفولدر اللي على السيرفر الاف تي بي سيرفر بتاعهم. ما اقدرش اعمل اثنتيكيشن يعني يوزر نيم وباسورد. لما اجي اقول اثنتيكيشن يعني يوزر نيم وباسورد. دايما فرق ما بين كلمه اثنتيكيشن واثورايزيشن. يعني الاثنتيكيشن زي ما قلنا يوزر نيم وباسورد، الاثورايزيشن هي انت تقدر تعمل ايه بالباسورد واليوزر نيم دول اللي هتخش بيهم، صلاحياتك ايه. الفكره كمان ان انا زي ما قلت عندي، معلش الواحد بس في عارفين الافلام دي بتعمل في رمضان فالواحد بيبقى صايم احيانا بيهنج شويه. الاثنتيكيشن والبراوزنج دول مش موجودين في التي اف تي بي. ما فيش امكانيه ان انا اخش على سب فولدرز جوه الفولدر اللي هيتشير. يعني انا هشير فولدر وهحط جواه ملفات فقط في التي اف تي بي، ما فيش ان انا احط السب فولدرز. طبعا مشكله كبيره، لازم ابقى عارف اسم الفايل عشان لما اجي اطلبه بالتي اف تي بي. التي اف تي بي يعني دايما بيبقى عباره عن امر بسيط بيستخدم يعني هو امر بسيط بس انا من الحقيقه مش عارف اجيب لكم ال يعني مجرد امر بسيط بتستخدمه وبتيجي هنا تقول له تي اف تي بي. هلاحظ عندي قائمه كبيره، القائمه دي بتقول ايه؟ بتقول تكتب تي اف تي بي ثم تكتب الاي بي بتاع الجهاز اللي انا عايز اخش عليه، زي ان هو 10.001، ثم امر جيت. تمام، انا عايز اخد ملف من
الفولدر المتشير على التي اف تي بي سيرفر دوت، وطبعا ثم بعد كده اسم الملف اللي هو المفروض ابقى حافظه بكامله حتى بالاكستنشن بتاعه. طبعا كان ممكن استخدم بدل كلمه جيت كلمه بوت علشان اروح احط حاجه في السيرفر مش اخد حاجه. لاحظوا العمليه تمت ببساطه، ما فيهاش اثنتيكيشن، ما فيهاش براوزنج، لازم ابقى عارف اسم الفايل، حدوته كده تي اف تي بي، وخفيف قوي وبسيط قوي، ويمكن بيبقى مفيد في حاجات تانية هتعرفوها بعد كده لما تتعمقوا في الشبكات. ما زلنا مع رحلتنا مع التي سي بي اي بي. في تاني هي في بروتوكول زي الدي اتش سي بي، دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. طب ايه الدي اتش سي بي؟ الدي اتش سي بي هو بروتوكول ممكن انزله عندي، وبينزل مدعم بابلكيشنز على حسب الاوبريتنج سيستم اللي انا هشتغل عليه. لو هشتغل على الفنتات سيرفر هيبقى عندي اوبريتنج بيمانج الدي اس بي وبيمانج البروتوكول وشغله، وفي نفس الوقت لو انا كنت شغال مثلا ب اي حاجه كوماند لاين هيبقى ليها الاوامر الخاصه بيها ككوماند لاين تدير لي الدي اس بي. طب الدي اس بي هيعمل ايه؟ الدي اس بي هو خدمه اعطاء اي بي هات للأجهزة، خدمة إعطاء اي بي هات للأجهزة. طبعا احنا لسه ما خدناش الاي بي، بس احنا نسمع عنه ان هو رقم بيميز كل جهاز، وقلنا مجازا هنقول اوكي ماشي، وان كان المعنى مختلف طبعا في الحقيقة يعني هنشوف بعد كده. اذا خلينا نقول ان هو رقم بيميز كل جهاز، طيب الرقم هو بيميز كل جهاز المفروض احطه انا بايدي لكل جهاز؟ لا، الدي اس بي هيقول لي لا سيبك انت، انا هحط لك كل اللي انت عايزه. انا هحط لك الاي بي، هحط لك حاجه اسمها سب نت ماسك، هحط لك حاجه اسمها ديفولت جيت واي، هحط لك حاجه اسمها دي ان اس سيرفر. تقول لي اوكي 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 شكرا، يعني انا كفايه الاي بي، الثلاث حاجات التانيين دول انا مش فاهمهم. هقول لك ان شاء الله لما نخلص التي سي بي اي بي على الفيديو الخاص بالفيديو الثاني والفيديو الثالث بتوع التي سي بي اي بي هتقدروا تعرفوا الكلام اللي انا بقول عليه ده، سب نت ماسك، ديفولت جيت واي، و اي حاجه تانية بيوفرها الدي اس بي للكلاينتس بتوعه. الدي ان اس خدمه تحويل او ترانسليت الاسماء الى اي بي هات. في النهايه انا ما عاوز اخش على موقع زي ياهو دوت كوم، لما باجي اخش على موقع زي ياهو دوت كوم هو في النهايه اي بي المفروض البريدنج سيستم عايز يتعامل معاه، عايز يحط الاي بي في الباكت في الاي بي هيدر. خلاص احنا فاهمين الكلام ده من المحاضره بتاعت الاو اس اي ليه. فطبعا الدي ان اس هو اللي بيروح يترجم هذا الاسم الى اي بي علشان اعرف احطه في الباكت. الدي ان اس ممكن ينزل على اي حاجه، ممكن ينزل زي الدي اس بي كده، ممكن ينزل على 2003 سيرفر، ممكن ينزل على سيسكو راوتر، ممكن ينزل على ديس، ممكن الدي اس بي يشتغل على سوري الدي اس بي يشتغل على سيسكو راوتر، ممكن دي اس ال مودم يشتغل دي اس بي، ممكن حاجات كتير الحقيقه. دي ان اس والدي اس بي ده من يعني من الحاجات اللذيذه اللي هنقابلها كتير بعد كده في حياتنا في النتورك. يمكن في بروتوكولات تانية كتير، في تنت. تنت ان انا اقدر اخش على على دي اس ال مودم او على راوتر او على حتى بي سي، ولكن من خلال الكوماند لاين انترفيس سي ال اي. مجرد ان انا اروح اكتب ران واكتب سي ام دي ثم اكتب تنت ثم اخش اقول له او مثلا الاي بي الفلاني، كل ده وارد ان انت تستعمله. ده اللي دي استخداماتنا بالنسبه للتنت. لكن التنت دايما ما بيبقاش بيحافظ على البيانات متشفره اثناء انتقالها. البيانات طبعا بتبقى بلين تكست، يعني كلام واضح جدا، اي واحد ممكن يكابشر. طلعت المسج اللي بتسأل له مارك. والله هو فعلا، بس الحقيقه ان الجهاز ده اللي انا مسجل منه مش بتاعي الحقيقه، بتاع حد تاني، بس هو موافق ان انا اسجل منه. المهم طبعا التنت زي ما قلنا ما بيبعتش بيانات
متشفرة. لا ده ده بيبعتها بلين تكست واضحة قوي. هناخد في السيكيورتي حاجات زي مان ان ذا ميدل والناس اللي بتكابشر البيانات. كنت قبل كده قلت لكم في برنامج لذيذ بيعمل كابشرنج او يعني بيلتقط الباكت، بيقدر يشوف الباكت اللي مبعوته ما بين جهازين، فطبعا هيقدر يشوف ان البيانات دي واضحة مش متشفرة. فلذلك كان في بديل للتنت في الموضوع دوت، ان احنا نشفر باستخدام حاجة اسمها سكيور شيل او الاس اس اتش. ده بروتوكول اخر بيوفر لي امان وتشفير للبيانات افضل من التنت الاس اس اتش. حاجة كمان هنلاقي في حاجة اسمها الاس اس ال. الاس اس ال اللي هو السكيور سوكت لاير، والسكيور سوكت لاير هو اللي بيضيف تشفير وتأمين للبيانات اللي هتشتغل بالاتش تي تي بي. عشان كان لاقي الاتش تي تي بي بعديها حرف اس لما تيجي تخش على ايميل او على الكلام ده، تمام؟ يبقى انت كده شغال باتش تي تي بي بالاضافه الى الاس اس ال. الحقيقه في خدمات اخرى عديده وبروتوكولات اخرى عديده في الابلكيشن لاير، في الاس ام تي بي والبوب 3 بتوع الايميلات، في بروتوكول اللذيذ الاس ان ام بي النتورك مانجمنت بروتوكول بتاعنا اللي بينقل معلومات مفيده ما بين النتورك ديفايسز، في الان تي بي اللي هو خاص بنقل الوقت والزمن، وان الزمن او الساعه بتبقى موجوده على كل النتورك ديفايسز واحده، مفيش حد مأخر ثانيه او دقيقه. كلام جميل جدا، ولكن في النهايه زي ما انا شايف البروتوكولات دي بروتوكولات خدميه، ولكن مين البروتوكولات اللي هتنقل البيانات؟ مين البروتوكولات اللي بتنقل البيانات؟ الحقيقه البروتوكولات اللي بتنقل البيانات هي موجوده في الترانسبورت لاير. بالنسبه لنا هما بروتوكولين، تي سي بي ويو دي بي. تي سي بي بينقل البيانات بحجم كبير، او بيانات بحجم كبير. اليو دي بي بينقل بيانات بحجم صغير، يعني البيانات الصغيره ممكن ننقلها اليو دي بي، البيانات الكبيره يبقى اكيد التي سي بي. البروتوكولات الخدميه اللي فوق بتستخدم احد هذين البروتوكولين لنقل البيانات، يا التي سي بي يا اليو دي بي. الحقيقه مش 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 كل البروتوكولات بتستخدم التي سي بي، في بعضها بيستخدم اليو دي بي، ولكن الاغلبيه بتروح لمين؟ بتروح للتي سي بي. في جزء كبير من البروتوكولات بيستخدم التي سي بي، جزء صغير جدا هو اللي بيستخدم اليو دي بي في نقل بياناته، وفي في البعض اللي ممكن يستخدم الاثنين زي الدي ان اس كده. الدي ان اس بيشتغل على الاثنين، تلاقيه احيانا بيستخدم التي سي بي لما ينقل مثلا بيانات كبيره، ولو بيعمل كويري كده صغنن ما بين اتنين دي ان اس سيرفر يبقى هيروح يستخدم اليو دي بي. هو شغال كده يعني. ولكن الفرق الاساسي ما بين التي سي بي واليو دي بي هو ان التي سي بي كونكشن اورينتد واليو دي بي كونكشن لس. ايه المقصود بكونكشن اورينتد وكونكشن لس؟ اليو دي بي كونكشن لس يعني بيرسل المعلومات بدون التاكد من وصولها سليمه، ملوش اي فكر في موضوع الايرور ريكفري والايرور ديتكشن، اكتشاف الخطا او معالجته، ملوش دعوه بالكلام ده خالص. الكونكشن اورينتد في الدي سي بي يعني معناها ان احنا لا من امن البيانات من ناحيه وصولها، نتاكد ان هي وصلت، اتاكد ان البيانات وصلت للديستنيشن. اي لو في ايرور ديتكشن او ايرور ريكفري ممكن يعالج اثناء القصه عشان اضمن ان البيانات وصلت سليمه. يا دي سي بي بيعمل حاجات كتيره قوي. اقول لك فعلا هقول لك عشان نتكلم على التي سي بي اكتر محتاجين ان احنا نروح ل انا محتاج كده ايه يعني لكم ممكن هم عشان نتكلم بقى التي سي بي بيقدر يعمل ايه. انا لا مش هفضل ارسمها، هفضل ان انا اكتبها.
عايز اتكلم معاكم على التي سي بي وازاي هو كونكشن اورينتد وبازاي هو بيحافظ على سلامة البيانات وما شابه. شوفوا يا جماعه، اي جهازين هيتكلموا مع بعض بالتي سي بي، الاتنين تي سي بي على السورس وعلى الديستنيشن بيعملوا حاجه اسمها 3 واي هاند شيك. 3 واي هاند شيك، ال 3 واي هاند شيك دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان الجهاز الاولاني اللي هو التي سي بي الاولاني بيبعت رساله بنسميها اس واي ان، الجهاز الاخر هيبعت اللي هو الديستنيشن هيبعت رساله بنسميها اك اس واي ان. الجهاز اللي كان بيرسل في البدايه اللي هو السورس هيبعت اس واي ان، سوري هيبعت اك تاني. 3 واي هاند شيك، ازيك اهلا كل سنه طيب وهكذا، خلصت. واحد بعت باكت، التاني بقى رد عليه، التاني راح بعتها له قال له تمام. تلاقي بقى نبدا نلاقي بقى الاثنين بي سي بيستخدموا التي سي بي بروتوكول في نقل البيانات. طب هم ايه اللي عملوه في الاول ده؟ ايه الثلاثه لوغاريتم اللي قدامي دول؟ هقول لك بكل بساطه، اصبر عليا شويه برضو اوري لك حاجه. هنا هيقول له سي مثلا سيكونس، انا مش عارف انا بتساوي لحد فين في التوب ده، 101. ده تحت هنا هيقول له طيب الاك بتاعتي 200، الويندوينج بتاعتي هتبقى 2000 بايت. طيب هتقول لي معنى الكلام ده ايه؟ هقول لك تعالى كده نفترض ان انت لسه مش فاهم، انت مش عارف حاجه دلوقتي، انت اللي فهمته ان الاثنين تي سي بي بيبعتوا لبعض الثلاث رسائل دول وخلاص على كده، وبعد كده بيبداوا ينقلوا البيانات. تعال نشوف كده التي سي بي اللي هو على الشمال اللي هو السورس هيعمل ايه بعد ما الثلاث رسائل دي تخلص والاس واي ان تتبعت، اك اس واي ان تتبعت ثم اك تتبعت. هتلاقيه بيبعت اول جزء من الملف اللي كان عايز يبعته، ولاحظ معايا هتلاقيه مرقمه او مديله سيكونس نمبر 102، ثم هيبعت جزء تاني من الملف تمام مديله رقم سيكونس 100، مية وتلاتة. ده قسم الملفات لحتت صغيرة وعمال يبعتها، والملفات الصغيرة اللي عمال اللي قسمها دي مديها ارقام، بس مديها ارقام مش عشوائية، مديها ارقام هو اتفق معاها مع التي سي بي التاني عليها. قال له انا على فكرة السيكونس بتاعي 101، يعني اللي جاي بتاعي هديلك، هبدأ بقى اديلك من 102. قال له اوكي شكرا. وهو ده فعلا اللي بيحصل دلوقتي، بعت له سيكونس واحدة كمان 105. مرة واحدة راح التي سي بي اللي بيستقبل راح باعت حاجة اسمها اك 200. يعني ايه؟ يعني شكرا وصلتني الاربع سيكونس. تقول لي يعني هو كان بيقول له على السيكونس نمبر،
كان مديله السيكونس نمبر دي علشان يساعده ان هو يقدر يجمع الاربع قطع ويبقى ويكون الملف بتاعه، وبعد ما يكونه يروح باعت له يقول له لا انا استلمتهم تمام. هقول لك اه بالظبط. هتقول لي بس في حاجه، هو ازاي التي سي بي المرسل، المرسل اليه او الديستنيشن يعني، عرف ان الاربعه باكتس الصغيرين دول من 102 ل 105 هم دول اللي بيكونوا الملف، ما فيش اكتر من كده، او هو كده خلاص وصل له حجم معين من البيانات وخلاص انتهت القصة على كده. يا ترى هو عرف كده ازاي؟ هقولك، ما هو حدد قال الويندوينج 2000 بايت، يعني حجم اجمالي السايز بتاع سيكونس الباكت اللي السيكونس بتاعها او الرقمها 102 والباكت اللي رقمها 103 والباكت اللي رقمها 104 والباكت اللي رقمها 105، الاربعة دول حجمهم الاجمالي 2000 بايت. فهو لما يستلم 2000 بايت يبعت يقول له تمام اكمتي. طبعا ارسال ملف زي ملف وورد كده ممكن ان هو يتضمن هذه العمليه بشكل مثلا ممكن نقول 5-6 مرات. احنا قاعدين بنبعت مجموعه سيكونس ثم يبعت لي اك، مجموعه سيكونس ثم يبعت لي اك، ثم في النهايه طبعا هو بيكون وبيجمع هذه السيكونس مع بعض وايه ويقدر يكون ملف الوورد بتاعه. إذن السيكونس هو ترقيم للباكتس المرسلة، الاك هو رقم يتفق عليه يرسل في حالة استلامي لجميع هذه السيكونس المرسلة، الويندوينج هو اتفاق ضمني ما بين الاتنين تي سي بي على حجم اجمالي حجم هذه السيكونس المرسلة او هذه الباكت المتسلسلة اللي ليها سيكونس اجمالي حجمها كام. خلصت الحكايه، هي دي السي واي هاند شيك. من هنا جت ميزه الكونكشن اورينتد، ولكن احنا لسه ما عرفناش ايرور ديتكشن وايرور ريكفري بيحصل ازاي. هقول لك الايرور ديتكشن والايرور ريكفري يعني ممكن يحصل بشكل بسيط جدا. السيكونس نمبر هنا 102 اتبعتت، 103 اتبعتت، بس البي سي اللي هو بيستقبل ما وصلتوش 103. طب هيعمل ايه؟ هيبعت للجهاز المرسل يقول له لو سمحت سيكونس 103، لان انا ما وصلتنيش 103، فانا لو سمحت بقول لك لو سمحت عايز 103 سيكونس 103. يروح التاني عامل له ايه؟ ريترانسميشن وبعتها له تاني. يبقى كده عملوا داتا ايرور ديتكشن ولا ريكفري. لا ده كمان في حاجه كمان حلوه بيعملوها. تخيل ان انا خلصت بقى ارسلت لك السيكونس 101 102 103 104 105 وفي انتظار ان انت تبعت لي اك 200 عشان تقول لي انا استلمت البيانات تمام سليمه، الاقيك انت مش مبعتليش حاجه. انا عندي حاجه اسمها تايم اك، انا مش هفضل قاعد مستني الى مدى الحياه، انا هستنى فتره اللي هي انا ما اسميها تايم اك خلصت وانت ما بعتليش الاك 200 المتفق عليها واللي بتقول ان انت استلمت البيانات سليمه، يبقى انا هوقف الموضوع عندي وارجع ابعت لك اخر سيكونس اللي هي مثلا هنا في المثال بتاعنا 105 ابعتها لك تاني، اقول اكيد بقى انت 105 ما وصلتكش او اكيد في مشكله، انا هبعت لك 105 عشان اصحيك، ولو كانت عندك هقول لك يلا ابعت لي الاك، ولو مش عندك هقول لك يلا خدها وابعت لي الاك. دي خاصيه على فكره بنسميها البي ار، البي اي ار. طيب ده كان الثري واي هاند شيك والتي سي بي. في قصه صغننه كمان احب اتكلم عليها بتحصل في التي سي بي عموما وفي الترانسبورت لاير بتاعتنا عموما، حاجه اسمها الفولو كنترول. الفولو كنترول بكل بساطه ان انا مبعت لك سيكونس، السيكونس انت المفروض تعمل لها بروسيسنج، طبعا عشان تعمل لها بروسيسنج انا ممكن اكون ببعت لك سيكونس كتير، فانت بتحطها في جزء في من الميموري بتاعتك بفر كده، فانت حطيتها في الميموري بتاعتك ممكن الميموري تتملى، الجزء اللي انت مخصصه للبفرنج دوت يتملى، فبتروح بعت لي رساله تقول لي ستوب لو سمحت ما تبعتليش حاجه تاني دلوقتي لان انا الميموري بتاعتي اتملت، عبال بس ما اخد شويه سيكونس من الميموري اعالجها وبعد كده اقول لك ايه رساله تانية اقول لك يلا ايه جو ابعت لي تاني، يلا واحده ستوب رساله ستوب رساله جو. ده الفولو كنترول، يعني علشان ما يحصلش عندي طوفان او فيضان من
السيكونس اللي يزيد عن عن حجم الميموري، وبالتالي يهنج لي الدنيا زي ما بالظبط كده. لو جبت لك كوبايه ميه ومليتها، وبعد كده بعد ما اتملت احط فيها ميه تاني، هتطوف هتطوف وتبوظ العمليه يعني. دي Your name is Gloria. طيب نرجع لموضوعنا. الحقيقة أنا مش هنفتكر كده احنا وصلنا لغاية فين. بعد ما اتكلمنا على السيكونسينج والاكنولجمنت والويندوينج، واضح انهم كلهم حاجات ليهم علاقة بالتي سي بي وبيتموا في الترانسبورت، واتكلمنا على الفول كنترول والكوبايه اللي لو اتملت ميه يعني هتبقى مشكله، فبالتالي هي البفر والميموري بنقول عليها هي دي كوبايه الميه اللي لازم ما تتملاش، ولو اتملت يتبعت رساله ستوب ثم رساله جو لما تفضى شويه عشان نقدر نبعت سيكونس تاني. الحقيقه من ضمن الحاجات التانيه اللي موجوده عندنا في البروتوكولات، نرجع بقى للموضوع بتاعنا. هقول ان احنا هيبقى عندنا بعد كده مجموعة بروتوكولات اخرى في النتورك. زي مين؟ هقول لك زي بروتوكول الاي بي ده اللي بيحط الاي بيهات في الباكت، زي بروتوكول الارب اللي بيعمل لي بامنج مابنج للاي بي هات مع الماك ادرس اللي بيقابلها، يعني كل جهاز له اي بي له ماك ادرس هحطهم لك عندي. طبعا في كمان الاي سي ام بي اللي بيستخدم في نقل البيانات المعلومات او الانفورميشن والايرور انفورميشن ما بين الاجهزه، واللي بيتضمن منها كذلك في الاي سي ام بي بتتضمن مثلا استخدام الامر بينج. الامر بينج بيستخدم البروتوكول الاي سي ام بي في ان هو يشتغل. الاي جي ام بي طبعا مش هنتكلم عليه، ولكن هو بيستخدم في بروتوكول بيستخدم في حاجه بنسميها المالتي كاستنج، واعتقد انتوا عارفين خلاص يعني ايه مالتي كاستنج، لكن هاو تو بقى مش بتاعتنا دلوقتي. الاي بي طبعا بالاثنين فيرجن بتاعته، فيرجن 4 او فيرجن 6، هو موجود في الانترنت لاير او في النتورك لاير. معانا الاي سي ام بي، اي سي ام بي فيرجن 6 اللي هو بيشتغل للاي بي فيرجن 6. طبعا هو كل بروتوكول هتلاقي له الاديشن بتاعته اللي بتشتغل مع فيرجن مع اي بي فيرجن 6. حتى هنلاقي مثلا حتى في النتورك بروتوكول زي الريب ان جي او اس بي اف او اس بي فيرجن 3 وهكذا. بالنسبه للارب، الريفرس ارب هو العكس، اروح ابقى عارف انا الماك واروح اجيب الاي بي. طيب لو انا مثلا كنت برسل حاجه بالاتش تي تي بي، يبقى انا هستخدم على الاقل ثلاثة بروتوكول، الاتش تي تي بي ثم في الترانسبورت التي سي بي ثم في الانترنت لاير مثلا الاي بي، عشان هو ده اللي هيحط الاي بي هات في الهيدر بتاعي. طبعا بالنسبه اللي نرجع للموضوع اللي كنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت في الاس اي لاير، ما ننساش بقى خلاص من هنا جت فكره ان انا ما اسمي التي سي بي واليو دي بي هيدر سيجمنت، في السيجمنت ما اسمي التي سي بي او اليو دي بي هيدر، تمام؟ لان هو ممكن يبقى شغال بالتي سي بي وممكن يبقى شغال باليو دي بي الهيدر دوت، والهيدر دوت بيبقى فيه البورت نمبر والبورت والديستنيشن بورت نمبر، ثم عندي الباكت بيبقى فيها الاي بي هيدر ثم الفريم ايثرنت هيدر وهكذا. الحديث ما انتهاش الحقيقه، هنكمل مع بعض في الفيديو اللي جاي، هنكمل مع بعض بنظره اقوى واعمق للكلام اللي قلناه النهارده، وخصوصا
بالنسبة لتشريحنا للهيدرز ديت. انا عايز اخش جوه الهيدرز دي واشوف هي مكونة من ايه. هي مش اكيد مش مكونة من سورس اي بي وديستنيشن اي بي بس، لا ده في حاجات تانية. اكيد مش مكونة من بورت نمبر وديستنيشن بورت نمبر، او سورس ماك وديستنيشن ماك ادرس، لا ده اكيد في حاجات تانية انا عايز اتفرج عليها، عايز احللها واعرفها كويس وافهمها كويس. هو ده الجزئية اللي هنتكلم فيها في الفيديو اللي جاي، وهي جزئية مهمة جدا لأي شخص عايز يتوسع فيما بعد في عالم الشبكات. كذلك انا احب برضو ان انا انبه على نقطة نختم بيها الحلقة بتاعتنا. احنا كده خلاص عرفنا الحلقة اللي جاية بتاعتنا هتبقى ايه، ولكن انا احب هنا ان انا اختم الحلقة بتاعتنا بنظرة سريعة ليه اللي بيقدر يعمله الارب. الارب بيعمل لي حاجة اسمها ارب كاش. اوكي، الارب كاش انا ممكن اتفرج عليه، لو قلت له ارب ماينس اي على الجهاز بتاعي هلاقي مثلا ان انا عندي الانترنت ادرس بتاعتي 192.168.0.1، ده زي الديفولت جيت واي بتاعتي. الحقيقة هو اللابتوب ده متصل ببي سي اخر مشير على مشير عليه يو اس بي دي اس ال مودم، ودي اس ال مودم متشير، قصة كده. عشان كده هتلاقوا الاي بي ده يمكن انتم متعودين على ايبات اخرى. هنلاحظ هنا الانترفيس بتاعتي 192.168.0.172، و الجيت واي بتاعتي كذا، والفيزيكال ادرس اهي. التايب دايناميك، لان انت ممكن تحط ستاتيك، يعني ممكن تربط اي بي مع ماك ادرس هما ما يتغيروش، بس طبعا ده ما بيحصلش، يعني بعد دقيقتين هيتغيروا، لان يعني في حاجه اسمها ريفرشمنت بتحصل كده. يمكن هي دي مشكلتنا مع النت كات، النت كات بيلعب في الماك ادرس هنا، يعني النت كات بيروح جاي مغير الماك ادرس ده هنا، فتقوم انت وانت داخل دلوقتي على على النت بتروح تكول الاي بي دوت الجيت واي بتاعتك اللي هو بيدخل بيطلعك بره بره الشبكه، ويروح يجيب لك حاجات من بره الشبكة. ممكن تكون بره الشبكة دي شبكة اخرى او الانترنت نفسه، هو ده المقصود بكلمة جيت واي على فكرة. فتيجي تبص تلاقي الطلب بتاعك ما بيشتغلش. ليه؟ لان هو الفيزيكال ادرس او الباك ادرس بتغير، فهو بيروح يطلب من ماك ادرس ملوش وجود، فبالتالي الباكت ما بتروحش المكان الصح بتاعها. طبعا ده كان الارب والارب كاش. من ضمن الاوامر برضو اللي هي احب اقولها لكم، في امر جميل قوي اسمه روت برنت. ده بيوري لك النتوركس اللي انت البي سي بتاعك بيتعامل معاها وقادر ان هو يتعامل معاها. نقدر نقول ان هو حاجة اشبه بالناس اللي هم الناس اللي شغالين في سيسكو. نقدر نقول ان هم ده شغل او ده اللي ظهر قدامي ده هو كأنه الراوتينج تيبل بتاع البي سي. تمام، فكرة حلوة، انا مش حطيتها عشان اشرحها دلوقتي، انما دي تمهيد للفيديو التالت. يعني الفيديو اللي جاي خلاص فهمنا هناخد تشريح الاي بي هيدر والتي سي بي هيدر واليو دي بي هيدر، ونتفرج عليهم كمان في الواير شارك، يعني هتبقى دي المهمه بتاعتنا. والفيديو اللي بعدي هيبقى خاص بالديول 4 واللي هو بيتكلم عن اليوتيليتي والتي سي بي يوتيليتي، فهنعيش بقى مع الاوامر اللي انا يمكن حاولت اوريكم جزء منها من شويه دي دلوقتي. يعني دي هتبقى في مديول 4 في الفيديو بتاعها. لما الفيديو اللي جاي اللي انا عايز اقفل بيه معاكم التي سي بي اي بي هيبقى نظره اعمق على المكونات الخاصه بالهيدرز، وازاي نتفرج عليها من خلال برنامج زي الواير شارك. وبكده نبقى احنا يعني ايه ان شاء الله هنخلص المديول الثالث بالفيديو اللي جاي، وأشوفكم على خير بإذن الله تعالى.